أما الآن مع المتسابق ما قبل الأخير راكان العرجاني، يا مرحبا ومسهلا. أهلا صبك يا شباب عليك. يا مرحبا الله يبيك. يا مرحبا ومسهلا. هذه حقت اللعيبة اللي قاطقتك انت. لا بس انها حياك الله. الله يبقيك. دقيقة حقت اللعيبة ما ادري، حسبت عندي لقاء. صورة. عطنا صورة. تعال اقرب صورة. ايوه صدقت. اصبر اسمك يا منو؟ حياك الله. الحين قاعد طقطق تقوم يدي، هذه حقت اللعيبه. ما ادري احسن، انا ما اشوف الا عند بعد المباراه يعني اشوف هذه. وش رايح، وش حاب تقدم؟ والله وش الحمد لله قدمنا مستوى جيد ان شاء الله، وحاب اقدم اختبارات هي. لا يعني في لا ترى مو باختبارات المساله، مساله تروح عند لجنه مسرحيات، ترى متعوده مسرحيات تمثيلات. مسرحيات وش شايف قدام؟ مو مسرحيات فنون، تراني مسرحي. مسرحي؟ ايوه يس. عكس اسلام. نمشي؟ لا تمشي، صدقني عندي شيء بقدمه ترى هنا، بنزله هنا ترى. لا 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 إيه؟ ما شوي بس. لا لا اللي بتقدمه شوي يا ربي يوفقك. موس اسلام. هذه اولتها. يا وين كم يسولف مع الكاميرا؟ ما عليه، الامور طيبه. عشان السلام عليكم. مساكم الله بالخير. بالنور. امسي على نفسي وعلى عليكم يعني. كيف حالك؟ هذا تاثير فهد معين. اي والله ان الصوتيه هنا كل يوم اسويها من الغطرسه والنرجسيه، لكن عاد الله. يعني انا متغطرس؟ لا هذه اسقاط. ذي ايش؟ انت غلطت على الرجال تقول متغطرس. لا لا اقول صوتيه يعني، هذا يحمد ربه ان احنا نشغلها بعد يعني. يحمد ربه هو؟ ايه. لا والله انه من سوء حظ يمكن تشغلها. ليه؟ كيف احمد ربك شغلها؟ شغلها صوتيتك كل يوم يعني يشوفونها عند المتابعين المشاهدين. مش ما احتاج عليهم. وفي صوتيه ثانيه لها اشغلها الصباح، واحده في المساء واحده الصباح. تشكل ادويه بنادول. تشكل حبه مساء حبه صباح. اعجبني. ايوه شغال صح. ارتحت لي. شغال صح. حياك الله. تفضل. ايش عندك يا ركان؟ انا صراحه ممثل ومحيي في السوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي. مقدم شاهد. مسرحيات شاهد. فنون. انت قد جيت الواقع؟ لا بس اني اول مره مشاركه واحس قد جيت الواقع. لا هنا الواقع ابدا، لا الواقع ولا اي برامج. تعود مش عرف البواب المستخبي اللي هنا. ايش جاي مع البواب المدسوسه حقتنا؟ شعرت نزلت كذا ولا عندها لمبات ولا شيء؟ انا احسبكم قفلتوا، بغيت ذي مشوار قاطع والله ساعه و... لبقت حصلت الرجال بشماره شاهي. اي والله لولا اني عرفت البدر النوره ما لحقت. تبغى رغوه اسمع علي. تفضل كمل. يقول لو اني عرفت بدر من النوره قلت اسمع علي. ايش الغطرسه هذه يا استاذ علي؟ عطى حكمه. هذا بريلين لان علي اسمه سم. تفضل كمل. اقول يعني يوم دخلت مع ترى هذا اللي قال لي تعال، قال لي ادخل معي ولا كان بروح من هناك. قال تعال هذه بوابه خاصه. من هذا؟ من انت؟ انا هذا. هذا لا لا الاستاذ الفضيل علي الغامدي. لا ابد علي بحد توهقني فيه انت. قال هذا انت معقد شويش انت. حقت له. طيب اسمع وش عندك تمثيل؟ والله قد مثلت صراحه يعني بدون حلو في مسرحيات في الكويت. قول والله بدون يعني حلف. يعني انا ما اذكر يعني الحلف لا يبرئني ولا كوميدي ولا تراجيدي. يبرئني على الحلف ابدا. طيب صل على الحبيب. كوميدي الصراحة. ولا تراجيدي يا راكان؟ سم كوميدي ولا تراجيدي؟ كوميدي بس تراجيدي هذه ايش؟ ايش؟ الثانية ايش؟ تراجيدي ما تعرفها؟ ممثل ولا تعرف تراجيدي؟ تمر نجهل كلمات ونعرف كلمات. انا ماني شي... ممثل ولا اعرف تراجيدي. لا تراجيدي اللي يلا ايش الدرامي يعني اللي هو دراما وكذا عادي. اي يعني انا ماني ممثل واعرفها. تعرفها يعني؟ طيب والكوميدي وشو؟ كوميدي اللي يوسع الصدر يضحك. ما وسع صدورنا. اوسع صدوركم. هنا انت دخلتني مرحله حلوه. يلا طيب يعني ما تبي اعرض لك المسرحيات اللي سويتها قبل يعني؟ اللي تبغى. ايش تبغى انت ايش تبغى الحين؟ استعرض بعض انجازاتي. تستاهل بس يعني افدنا. عندي مسرحيه في الكويت مثلتها عام 1416 تقريبا. كم عمرك؟ 23.